نسبة التهابات الجهاز العصبي المحيطي عالمياً تصل إلى 3%، وبعد عمر 50 ترتفع النسبة إلى ما بين 8 و12%. بيبلش المرض إجمالاً بمشاكل بالحس بالطرفين. بيبلش المريض يحس إنه إيدي أو قدمي بيكونوا عم بينملوا أو عم بينكوزوا أو عم بيحرقوا. إجمالاً المرض هيدا بيصح وقت اللي المريض بيقوم بيمشي تقريباً، أو خلال النهار يمكن بيكون عم بيحسوا بشكل بسيط جداً، بس ولكن بيزيد أثناء الراحة أكثر. إذا إجانا المريض قالنا إنه أنا بشكل فجائي نملوا إجري وانتقلوا للإيدين، هون صارت حالي طارئة جداً، هون بنفكر بشي بيقولوا لحالة التهاب الأعصاب المحيطية الحاد. مسببات المرض عديدة، قد يتخطى عددها 70، وأكثرها تأثيراً مرض السكري. يشخص هذا المرض عبر الفحص العصبي السريري السليم، نشوف هل المشكلة جاية من الجهاز العصبي المحيطي أو من الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ. هون إذا شكينا أنه في عنا التهابات أعصاب بالحس أو بالحركة أو بضمور العضلات، هون لازم نلجأ لفحص مهم جداً، تخطيط الأعصاب. العلاج ممكن يكون بهذه الحالات إذا كان حالي حادي، في علاج بيقولوا له IVIG اللي هو مكون مصل نعطيه داخل المشفى طبعاً، وإذا ما كان موجود عندنا بنعمل شيء بيقولوا له البلازما فيريزس، يعني بنعمل غسيل دم. التشخيص الصحيح هو الخطوة الأولى نحو علاج مناسب، مما يؤدي إلى الشفاء التام في بعض الحالات.